مشاهدينا اهلا بكم الى الرياضه اليوم والتي نبداها بتاهل فريق الرجاء البيضاوي الى دور ثمن نهائيات دوري ابطال افريقيا لكره القدم عقب التفوق على ضيفه كايزر شيفس من جنوب افريقيا بهدفين الى لا شيء في المباراه التي جمعت بينهما مساء الاحد على ارضيه ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم منافسات ياب الدور الاول. وسجل هدفي فريق النصر الخضر المحترف النيجيري كريستيان اوساغونا في الدقيقتين 87 والثالثه من الوقت المحتسب الضائع، وتفنن جمهور المباراة الذي فاق 50,000 متفرج، تفنن في تشجيع الفريق الأخضر وخرق أجواء احتفالية رائعة، وهو الأمر الذي أشاد به لاعبو ومشجعو كايزر شيفس وكذلك الصحافة الجنوب أفريقية التي قالت إن على جمهور جنوب أفريقيا أن يتعلم من نظيره المغربي. اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور هذا اللي حشومه ما يمشيش بواحد النتيجه ديال الانتصار، وهذا الانتصار هذا كيرجع الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. في المقابله كنبغي نشكر اللاعبين، الحمد لله بقينا عازبين كحنا واحد الثقبه منتصره في هذه المقابله، الحمد لله كنا عازبين باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه باش تخلينا نلعبوا المباراه ديال الديربي بواحد الارتياح ان شاء الله. الحمد لله تفوقنا باش ندوزو للدور الثاني، الدور اللي نلعبو مع الصيف ان شاء الله. وبهذ المناسبه تنشكر الجمهور الكبير اللي حج هنايا باش شجعنا، وتنشكر جميع اللاعبين اللي قاموا بواحد المجهود اللي ربنا يخلصهم عليه. شكرا. الحمد لله الفوز هذا بعدا كنتسناو فيه، كنا كنتسناو هذه المباراه اللي تخول لنا الجماهير الرجاويه، عطينا في واحد الثقه في النفس. كنشكر الجماهير اللي جات ساندتنا بطول الدعم ديالها، كنشكرها بزاف هذا الفوز كنبغي نهدي لها. بالنسبه لمباراه الديربي فهي السيمانه الجايه ان شاء الله يوم السبت غنحضروا لها كجميع المباريات بشكل جيد الحمد لله. المباراه الاخرى ديال الكوب دافريك الوفاق الصيف فهي الا مباراه نتكلم عليها قبل مباراه الديربي، لان نحضروا مباراه بمباراه ان شاء الله. من جانبه اعتبر ستيوارت باكستر مدرب كايزر شيفس ان فريقه لم يحسن استغلال الفرص التي اتيحت له في اللقاء، مشيدا في الوقت نفسه بجمهور فريق رجاء. نستمع لتصريح باكستر في ميكروفون الزميل نوفل العوامله. شكرا لانك اشرت الى اننا لم نستحق الهزيمه في مباراتي الذهاب والاياب. ان الامر صعب بالنسبه للاعبي فريقي لاننا نمر بفتره حرجه في الوقت الراهن، وكان بامكاننا المضي قدما في دوري ابطال افريقيا، وقد بحث اللاعبون عن ذلك بشكل جدي. في المباراه الاولى كنا الافضل خلال 75 دقيقه، وكذلك الامر بالنسبه للقاء الاياب حيث سيطرنا خلال 60 دقيقه الاولى، وحين تفشل في احراز هدف حين تسيطر على المقابله فالامر ينقلب ضدك. مبروك للرجاء الذي تمكن من استغلال اخطائنا في المباراتين معا، واتمنى لهم كل التوفيق. انه جمهور رائع، لقد لعبت كرة القدم ودربت في كل انحاء العالم، كنت ايضا مدربا وطنيا ودربت في العديد من الاندية الاوروبية، وهذا شيء لم اشاهده ابدا. مبروك لمدينة الدار البيضاء.